أما الآن ننتقل معاكم من مستشفى رويال خليفة أنمسي التخصصي مع رئيس قسم واستشاري دكتور طه محمد. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا فندم. حياك الله ومرحبا وسهلا فيك. واليوم طبعا بنتكلم عن التهاب الجيوب الأنفية. أهلا. في البداية دكتور، شو هي الجيوب وشو هو وظيفة الجيوب؟ الجيوب الأنفية دايما بنقول للمريض إن عظام الجمجمة عظام ليست مصمطة، هي عظام مجوفة. يوجد بالوجه عبارة عن تجاويف داخل عظام الوجه بتفتح داخل الأنف بفتحات صغيرة مش داخلة جوه الأنف نفسها. صحيح. وظيفة الجيوب الأنفية لها وظائف متعددة، أهم وظيفة لها نفس وظائف الأنف وهي عملية تنقيه وتكييف الهواء الداخل أثناء التنفس. بمعنى في فصل الصيف الجو حار جدا، الأنف بتعمل لتبريد درجة حرارة الهواء أثناء الاستنشاق. في فصل الشتاء بيكون الجو برد والهواء بارد، الأنف بتعمل على تدفئة الهواء أثناء الاستنشاق. صحيح. تاني وظيفة عملية تنقيه للهواء اللي داخل من الأتربة من الغبار. ثالث وظيفة هي عملية تخفيف لوزن الجمجمة نفسها. وأخيرا بتدي للصوت رنة معينة اللي هي بتدي صوت النغمة النقية للصوت أثناء التحدث. سبحان الله. فهي دي وظيفة الجيوب الأنفية. دكتور، على الالتهاب الجيوب متى أنا أقدر أقول أنا فيني التهاب جيوب أنفية؟ التهابات الجيوب الأنفية لها أسباب كتير. عشان نقدر نقول فيه التهاب او مش فيه التهاب لازم المريض يكون بيشتكي من شكاوي، اهمها رقم واحد احساسه بان فيه انسداد بالانف اثناء التنفس، ايا كان انسداد كامل او انسداد جزئي، حاسس بان التنفس عنده مش بدرجة كافية اثناء استنشاق الهواء. رقم اتنين يكون فيه بعض الافرازات اللي بتصاحب سيلان او افرازات مخاطية من الأنف أو خلف الأنف. صحيح. ثالثا إحساس بصداع وألم في عظام الوجه نفسه. دول أهم ثلاث عوارض نقدر نقول في الوقت ده في احتمالية حدوث التهاب في الجيوب الأنفية. أوكي. أي المسببات لهذه الجيوب الأنفية الحادة، كيف نقدر نقول أنه والله ممكن أنا أكون مواظب على شغلة معينة على أساس أني ما أفكر في أي يوم من الأيام أن تصيبني هذه الجيوب الأنفية؟ عشان نتفادى التهابات الجيوب الأنفية لازم نعرف أسبابها. وأسبابها خلينا نقول أن الأسباب تنقسم، الأسباب عبارة عن عدوى أو التهاب تحسسي جوه الجيوب الأنفية. أوكي. عشان نفرق بين الاثنين. الالتهاب اللي هو عبارة عن عدوى قد تكون فيروسية أو بكتيرية. الإنسان بياخد زي الفلو زي الكولد العادي، بياخد نزلة برد، ممكن يهمل هذه نزلة، يهمل نزلة البرد دي، يبتدي يدخل بعد ما كانت في إنفلونزا عادية وشوية برد وبساط، تتراكم المشكلة وتقلب التهاب للجيوب الأنفية. أو التهاب تحسسي، وده شيء مشهور جدا جدا في الجو نتيجة التعرض للغبار للدخان لتيارات الهواء الشديد، خاصة المكيف لما بيبقى بيواجه الأنف بشكل مباشر، أي كيميكالز أي تيارات هوائية أي مواد كيماوية قد تسبب تحسس داخل الأنف، والإنسان يبتدي يشعر بنوع من درجة من درجات التهاب الأنف والجيوب الأنفية. اللي يهمنا أكتر طبعا البكتيريا والفيروسات، وهي دي اللي دائما ما يصاحبها درجة حرارة ويصاحبها انسداد الأنف الحاد، الإفرازات والسيلان اللي بيبقى لونها عبارة عن لون يميل إلى الإصفرار والإخضرار، وصداع يكون بشكل ضغط في عظام الوجه. الإنسان يحس إن في عظم العظم الوجه فيه ألم وضغط. أيوة. لازم نتفادى الكلام ده. نتفاداه إزاي؟ عن طريق إن إحنا نتفادى المسببات. رقم واحد بقدر المستطاع عدم التعرض للدخان بأشكاله ألوانه، أي نوع من أنواع الأدخنة
قد يسبب بخور، سجائر، شيشه، اي شيء. بالظبط، السجاير والشيشه والكلام ده كله، دي من الاسباب اللي بتساعد في حدوث التهاب الكبد. عدم التعرض للكيميكالز، والناس اللي بتشتغل في الكيميكال فيلد ان هي تتجنب الكيماويات، تستعمل الواقيات الانف اثناء العمل. عدم التعرض للمكيف بشكل مباشر بقدر المستطاع، نبعد عن مصادر العدوى، الاماكن ان كان في واحد مريض بنحاول نتجنب ان احنا نبقى في اختلاط بشكل جامد. من الاسباب اللي بتساعد في التهاب حدوث الكيوب الانفيه الجفاف، الجو الجاف اثناء الجو الجاف في الصيف اكثر شيء، في الصيف بيحصل جفاف خاصة في الأماكن المغلقة، المكيف بيبقى شغال ومفيش، الجو بيبقى جاف تماما، والجفاف ده بيساعد في حدوث التهاب الجيوب الأنفية. عشان كده دايما بقول موضوع الستيم انهاليشن اللي هو حمامات البخار، ان الواحد ياخد بخار هواء، او ان احنا نستعمل دلوقتي اصبح ان فيه البلازما اللي موجودة بتعمل عملية ترطيب للجو، ترطيب، عملية ترطيب للهواء الجاف، يقوم يدخل الهواء أثناء التنفس ما يبقاش جاف يسبب التهاب وزيادة في التهاب الجيوب الأنفي. صحيح. دكتور، شو الفرق بين أني أنا أقدر أقول أنا مصابة بالتهاب جيوب أنفي حاد أو التهاب جيوب أنفية مزمن؟ شو الفرق بينهم؟ من الاسم نفسه التهاب حاد، بمعنى أن هو التهاب بيحدث في وقت قصير ويختفي، ياخد مدة بسيطة ويختفي. أوكي. إذا طالت مدة التهابات الجيوب الأنفية وعوارض الجيوب الأنفية لمدة أطول من شهر، بنبتدي نعتبر هذا الالتهاب التهاب مزمن أو تكرر بشكل متكرر. وانس إن أنا أوقف العلاج ترجع تظهر الأعراض تاني، في الشكل دي نبتدي نشك في حدوث التهابات الجيوب الأنفية، التهابات مزمنة. التهابات مزمنة في الجيوب الأنفي. علاج هذا المرض بغض النظر عن أن نحن نحاول نبتعد عن بعض الأشياء، هل هناك تدخل جراحي؟ يعني كان زمان بنستعمل في بعض التدخلات الجراحية اللي أصبحت نادرة في الوقت الحالي، نظرا لوجود المضادات الحيوية القوية اللي بتبتدي تقضي على معظم البكتيريا والميكروبات المسببة لالتهاب الجيوب الأنفية. حقيقة قل التدخل الجراحي بشكل كبير في حالات الجيوب الأنفية الحادة، في الالتهاب الحاد. دواعي الجراحة دواعي نادرة جدا جدا جدا، إذا دخل الإنسان في مضاعفات قد تحدث نتيجة التهابات الجيوب الأنفية، حصل تكيس جوه الجيوب الأنفية، والتكيس هذا التكيس حصل فيه تكون صديدي، والجيب الأنفي تماما مقفل، ما فيش أي فرصة إن هو يحصل إن الصديد ده يخرج، فابتدى على شكل الخراج بالضبط. صحيح. الخراج والتجمع، في الوقت ده لازم التدخل الجراحي. بس مع استعمال المضادات الحيوية واستعمال الأدوية الحديثة وما بقاش حد يعني ما بقاش حد يهمل نفسه إن هو يتأخر عن العلاج. صحيح. كنا بنشوف الكلام ده زمان، الناس اللي ممكن تهمل نفسها، الناس اللي تتكاسل عن الدواء، الناس اللي تتكاسل عن زيارة المريض ممكن يخشوا في المشاكل دي. إنما أصبح الآن التدخل الجراحي في حالات الجيوب الأنفية الحادة بشكل نادر جدا جدا، إنما التدخل الجراحي بيلعب دور كبير في الالتهابات المزمنة وليست الالتهابات الحادة. أوكي دكتور، يعني أنا من الناس اللي كان عندي التهاب جيوب مزمن، فأتذكر أيامها يعني تقريبا قبل 5 إلى 6 سنوات الكي، فهل الكي يعتبر علاج مقنع كدكتور استشاري مثلك؟ هو أصل حضرتك بتكلمين دلوقتي في التهاب، احنا بنتكلم في التهاب التحسسي، لو احنا قلنا ده في كي للجيوب الأنفية زي ما بنسمع من المرضى، هي احنا كده دخلنا في الالتهاب التحسسي. هذا ايضا مختلف، دي مختلف، دي حساسية الانف، حساسية الانف وحساسية الجيوب الانفية، ده نوع من انواع الالتهاب زي ما قلنا في الاول. هنا التحسس اللي هو التعرض للغبار، لتيارات الهواء، للروائح، للعطور، للأتربة، للبخور، ده بيسبب نوع من انواع الحساسية، قد تكون حساسية مزمنة على المدى البعيد بتؤدي الى تضخم في أجزاء معينة جوه الأنف اسمها القرنيات الأنفية أو الغضاريف الأنفية،
تبتدي يحصل فيها تضخم ويزيد حجمها فتعمل انسداد في الأنف. في الوقت ده من ضمن النوعيات العلاج إذا المريض لم يستجب للعلاج الدوائي ممكن نتدخل بنوع بدرجة من درجات الجراحة اللي هي عبارة عن نوع من أنواع الكي باستعمال أجهزة، وأصبحت الأجهزة متعددة دلوقتي ومش بمعنى الكي القديم اللي كان يستعملوه الناس القدامى، لا أصبحت أجهزة حديثة بدرجات حرارة معينة وبترددات معينة بتؤدي بتعمل عملية انكماش وعملية تصغير لحجم الغضروف والقرنيات الأنفية تدي طريق للهواء والمجرى الهواء يبقى مجرى الهواء أوسع يقدر الإنسان يتنفس وياخد نفس بأكثر راحة عما قبل. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. كلمة أخيرة توجهها لجمهور إمارات FM. والله أولا بحب أشكر فريق العمل وإذاعتكم المفضلة لدينا، يعطيك العافية، وكل الشكر لحضرتك. ثانيا بتوجه لكل الناس دايما نصيحتي بقدر المستطاع عملية تعديل في نمط الحياة بقدر المستطاع، البعد بقدر المستطاع عن كل ما هو يسبب إثارة للجهاز التنفسي زي ما قلنا الدخان بأشكاله، خاصة بسمع من مرضايا كتير المدواخ اللي حرارته عالية جدا 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 وبيسبب مشاكل كتير جدا جدا. البعد بقدر المستطاع عن العطور النفاذة، الروائح النفاذة، البعد بقدر المستطاع انه يبقى قاعد في البيت ودايركتلي فيسنج المكيف في العمل وفي البيت وبيواجهه بشكل مباشر 24 ساعة. بقدر المستطاع البعد برضو بسمع من بعض المرضى الغرفة تماما مليانة بخور قبل النوم، صح، ودي من الحاجات نوع من انواع الدخان، البخور ما هو درجة من درجات الدخان. فده كله يعني بنحاول نوجه الناس على الأقل شوية تعديل وتظبيط في نمط الحياة بحيث نتجنب الأشياء اللي بتثير وبتتعب الأنف والجهاز التنفسي. يعطيك العافية، احنا تحت أمركم في أي وقت، في أي استشارة تحت أمركم وتشرفونا في أي وقت. شكرا لك دكتور، ما قصرت، يعطيك ألف عافية. شكرا، حياك الله. شكرا لك يا فندم، تفضل. إذا كان معنا الدكتور طه محمد رئيس قسم واستشاري وتحديدا في مستشفى رويال خليفة NMC التخصصي. إذا خلونا مع هذا الفاصل وراجع لكم في سوالفنا غير.